انا واطفالي جنين على هذا شو اليوم طريقه لانه صغير فايه فتحت من هنا خلاص قررت اني ما عاد استمر بس مايونيز مايونيز قليل الدسم حطيت هذا لايت لايت شايفين لايت مايونيز اوكي خس بعدين دجاج بالاخير لكن الحين انا قاعدة اسوي كذا روى تساعدني روى هنا تسوي سمبوسة وريهم لحم المفرومة تسوي سمبوسة احط الكاميرا عليك لا ما تبغين ها والله اني قمرة تجننين ايش هذا الكلام شكلي من وين جبتي هذا البيجامة ما ان شاء الله لابسة البيجامة يلا الخس شو انا كلها فتحتها من هنا كلها فتحتها من هنا خلوها كذا مقفله بس شيء بسيط عشان الدجاج يظل لما تحطونه جوا هو والخس يظل والله كنا فم سمكه يظل موجود جوا لا يتناثر عرفتوا كيف والله يعني هي طريقتها حلوة وسهلة بس أبغى لكم أحد يساعدكم المايونيز روعة كيف عيالي جنوا 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 على شو بالله كيف لطخت كودو لا مرة صنعة إيه هذا سمي روعة كودو زي سميتي كودو نطعمه زي الكودو بالله والله احس انه لذ اقسم بالله انها لذ والله انها لذ من الكودو اوكي كانت سمكة حسين مايونيز خس الحين بحط الدجاج قبل ما اخلص سويت واجب انا سويت كيسين توست اثنين يا مريم يلا خلاص طفشتكم